السلام عليكم. المرأة اللي تشوفونها أمامكم هي شهد الراوي، روائية وعالمة أنثروبولوجيا عراقية، لها العديد من المنشورات في الصحف العربية والمواقع الإلكترونية. تم ترشيح روايتها الأولى ساعة بغداد لجائزة البوكر العربية، دخلت في القائمة القصيرة مما جعلها أصغر روائية تصل إلى هذه القائمة. تم ترجمة رواياتها إلى أكثر من 20 لغة، فما الله.